في إشارة لوصول الجهود المبذولة لحل الخلاف بين نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية ومجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وفشل المفاوضات بينهم، وذلك حسب بيان نشرته النقابة صباح اليوم، ليستمر الإضراب خلال الأيام القادمة ليكون مصير العملية التعليمية مجهولاً بالنسبة للطلبة، فالبعض منهم معارض لهذه الإضرابات والبعض الآخر موافق لها. ومع عدم وضوح الرؤية الحقيقية لهذه الخطوات التصعيدية، فإن حياة الطالب الجامعي وذويه تتأرجح بين المطرقة والسنديان. الإضراب ضد مصلحة الطالب يعني في جميع الاتجاهات، يعني احنا هون الجامعة متأخرة إن اصلا بعد الجامعات بشهر، يعني هي بشهر الجامعات بلش لهم اسبوعين بلشات او 3 اسابيع واحنا متأخرين عنهم. فيعني اذا خلصنا وبدنا نروح نقدم ماستر او شيء لجامعات ثانيه، فبكون الجامعات اول شيء مبلشين واحنا بالاصل متاخرين عنهم، فلما نتاخر عنهم احنا بزياده، يعني هيك كله ضد مصلحه الطالب. هذا اول شيء مش لمصلحه الطالب، اولا يعني الطالب بتعطل عن دوامه، ثاني تراكم عليه المادي، يعني وبالنهايه وقت الامتحانات بيجوا الامتحانات ويعني ما لهم دخل بالطالب، اضرب ما اضرب، المهم انه يقدم الامتحان، وهذا بأثر على الطالب طبعا اكيد، يعني شرح الدكتور بالجامعه بفيد بجوز بكم لمصلحتهم، بضربوا على اساس انه شو يطالبوا في حقوقهم، مثلا محاضرات زياده اي شيء في حقوق للطلاب بيطالبوا فيهم، خصوصا مع المجلس لانه الطلاب دائما مع المجلس، مرات بتصير مشاكل بين المجلس واداره الجامعه، فالطلاب بدهم يتضامنوا اكيد مع الناس اللي بيساعدهم المجلس، بيضربوا معهم وعلى اساس انه بدهم حقوقهم بس مش اكثر. الضربات في الجامعه هي ما بتخدم بالمره مصلحتنا، لانه انت لو هم بيحكوا انها بتخدم مصلحتنا ماشي، بس احنا لما بننزل ندفع مواصلات في منا يعني من مناطق قريبه اوكي ممكن اهلنا بتوفروا، بس كتير طلاب بتغلبوا انهم يدفعوا المواصلات ويدفعوا السكنات، في طلاب بيروحوا على السكن يوم وبقية الأسبوع كلياته إضرابات، بالنهاية ولا إشي خدم مصلحتنا الإضرابات، حتى إنها بيحكوا إنها مشان يلبولهم مطالبهم، بس بالنهاية بتلاقيها بس مطالب مكدسة ما في إشي. إضراب كنهج يعني مش بنأيدوش يعني، بس بالتالي هم العاملين يعني بيطالبوا بحقوقهم، وهذا إشي يعني بنوقف معهم. يعني صحيح انه الطلاب مش واحد اللي له طلاب، يعني انا عندي ولد في الجامعه برضه شايفه، بس برضه هم بدهم مصلحتهم. بأثر على بعض منهم، اللي له فصل بده يتخرج او سنه، واللي في بدايه السنه يعني مش سائل، كما في حاطط اجره في الطريق، يعني هي اللي بأثر. مطالب نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية وعدم التزام مجلس التعليم العالي بها وبالاتفاقيات التي تم التوصل إليها معه اعتبرها الاتحاد مماطلة لن يسمح بها، واستكمال العملية التعليمية بالشكل المطلوب هي مسؤولية جماعية يتحملها المجتمع برمته وبمؤسساته وجامعاته ونقاباته. لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبلة.